السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. اليوم غنحكي لكم جوج قصص، قصة واقعة غير هاد الأيامات هذه وقصة قديمة. بالنسبة لهاد القصة اللي هاد القصص اللي غنحكي لكم، قصص تاع الأمانة وقصص تاع مثلا الإنسان لقى شي حاجة واش يردها لمولاها أو اللي يشدها. سبحان الله العظيم، كله في هذا المجال هذا، كل واحد وكيف العقل ديالو كيفاش كيفكر. المهم اليوم ان شاء الله، وقبل ما نبدا القصص، غنشكركم بزاف 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 كلكم، غنشكركم بزاف، وبالاخص الفيديو اللي كنت قلت لكم غادي راه شدوني البوليس في المطار، يعني كلكم كتبتوا لي ما شاء الله وكتقولوا لي على سلامتك. بارك الله فيكم وشكرا لكم، الله يسلمكم. وبقيت كنشوف هذاك التعاليق عجبوني، اللي كانوا كتقولوا لي على سلامتك، ملي داز كل شيء مزيان على سلامتك. بارك الله فيكم وشكرا لكم، والله يسلمكم والله يحفظنا ويحفظكم من افات الدنيا. المهم، اول قصه غنبدا لكم بهذه اللي بحا وقعات غير هاد الايامات هذه، شي ما عرفتش شحال من يوم هذه باش كانت، ما عقلاش على النهار بالضبط. المهم، واحد البنت مغربيه لقات حقيبه يدويه فيها الفلوس، يعني فلوس هنا في ايطاليا، باش نكونوا لا عاد يتحابني شحال ما عرفت فين كنهضر. لقاوها البنت عايشه هنا في ايطاليا. المهم، لقات ديك الحقيبه فيها الفلوس، قالت لك فيها شي اكثر من 1000 اورو. هزت ديك الحقيبه اللي بفلوسها اولا صاك اليدوي، يعني حيت كل واحد شنو كيقول ليه، هزتها ومشات لاقرب مكتب الشرطه وهي تسلم ليهم داك هذوك الفلوس. لما مشات وسلمت لهم ديك الفلوس، سبحان الله العظيم، قالك بقى عند المكتب تاع الشرطه انها باقي معاها، يعني باش يديروا ديك الاجراءات. المهم، هما تقريبا قلبوا ديك الفلوس وقراوه داك تانا وشافوا شحال تاع الفلوس، هما اللي عرفوا، مال هي ما عرفتش حسباتهم ولا. المهم، هي غير داتهم ليهم، لقاو فيهم 1000 اورو والزياده، ولقاو معاها حتى ديك الريسيفول تاع كيقولوا باش تيات ديك المراه الفلوس، كيعطيو واحد التوصيل. حنا كنقولوا هنا كيقولوا ريسيفول، هما كيقولوا لي، حنا كنقولوا بالعربيه التوصيل. داك التوصيل باش تيرات هذوك الفلوس كاينين مع الفلوس في داك الحقيبه. قالك واحد شويه سبحان الله عادين، البنت باقا ما كملوش معها الاجراءات اللي بدات لهم فلوس، دخلت واحد المراه اخرى. قالك ديك المراه مسكينه مخلوعه وكت كلها كترعد وبات تبكي، كتقول لهم جات باش دير دينوتشا، يعني باش دير دينوتشا، يعني باش تقول لهم، انا غنقول لكم بالدارجه، باش تقول لي مراه مشاو ليا الفلوس، ما بغاش تجي ليا اشنو كيفاش بالعربيه. المهم، ديكراسيون كيقولوا حتى هما، ماشي بداك، هما بالدارجه كنقولوا لي ديكراسيون كديكراري. جات ديكراري بانهم مشاو ليها الفلوس، بانه ضاعوا ليها الفلوس. المهم، قالوا ليها شحال عندك وشحال عندك، يعني تاع فلوس خصك تاكدهم من المراه واش نيت هكاك نيت. قالت لهم عندي، قالت لهم كل شيء، قالت لهم عندي القده والقده تاع الفلوس، وراه معاهم داك التوصيل اللي انايا باش زعما تيري ديك الفلوس. صافي، ملي تاكدوا من المراه فلوس تاعها، قالوا لي هما يقولوا ليها، قالوا لها فلوسك ها هما، قالها في الحفظ والصون ها هما، قالها فلوسك. جابتهم واحد البنت مغربيه، هي اللي لقات هذوك، لقات لها ديك الفلوس، وها هي جابتهم بقد عما سلينا معها الاجراءات. ها هي قال لها اللي قاعده راه هي اللي جابتهم. قالك سبحان الله العظيم، ديك المراه فرحت ديك المراه الطليانيه فرحت بزاف. قال لك وعنقت هذيك البنت المغربيه وقالت لها شكرا وشكرتها بزاف. قال لك واحد المشهد سبحان الله مؤثر بزاف. سبحان الله العظيم، الانسان لما يرد لك رزقك وما كنت تقدر كاع ما تتوقع حاجه، ما تقولش مثلا، حنت بزاف منهم كيشوهوا صوره المغربيين والمغاربه والمغربيات، بزاف منهم كيشوهوا الصوره ويقولوا هما كاينين، بصح كاينين ماشي ما كاينينش، ولكن ماشي كل شيء، كل واحد وكيمشي بالضمير ديالو وبالاخلاق وبالتربيه ديالو. سبحان الله العظيم، الله يكثر من مثال هاد البنت اللي دارت بحال هكاك، ورا بزاف منهم كيردوا الفلوس، ماشي غير هادي، راه بزاف منهم وقعات وردوا الفلوس، حط داوها للبوليس ما شدوهاش.
وهذا هو بالنسبه لهذه البنت. احنا سالينا الحكايه ديالها، غنقولوا الحكايه اللي هي قديمه. قالك هذا واحد الرجل ايام زمان قالك شرا واحد الارض. لما قالك شرا ديك الارض من عند واحد السيد، يعني شرا واحد الارض من عند واحد السيد. وكيف ما ملي الانسان كيشري الارض ديالو كانوا تخصو يحرثها ولا خصو يحفرها ولا خصها تحفر فيها شي حاجه يقادها باش يغرس فيها ويدير فيها المنتوج ديالو. المهم قالك بدا كيحفر في ديك الارض وكيوجدها. قالك الحفره باش يحفر كيبان لي قالك صندوق في ديك الحفره في تحت الارض. قالك هز داك الصندوق، ملي قلبو لقى فيه كنز، يعني قال لك واحد الكنز ما شاء الله. الا بغى يشدو الا بغى قالك يتصرف فيه غادي يعيش طول حياته لاباس عليه بخير. المهم قال لك لما شدو ما تصرفش فيه، سبحان الله. قال لك هزو وداه لمول الارض وهو يقول ليه جا عدو السلام عليكم السلام. قال ليه انا جبت لك واحد الكنز. هذاك مول الارض قال ليش من كنز؟ قال ليه هذا الصندوق هذا راه فيه كنز وراه لقيتو في الارض ديالك اللي شريت من عندك. هذا الكنز راه ديالك. قال لي هذاك مول الارض. لا قال لي انا هذا الكنز ما دياليش. قال لي ديالك انت، انا بعتك الارض بكل ما فيها، فيها الكنز وفيها قال لي زعما قال داكشي اللي انت شريتيها بكل ما فيها، بكنزها باي حاجه سطيها فيها راه تعتك. هذا قال لي لا، قال لي الكنز ديالك انت، انا شريت غير الارض ما شريتش فيها الكنز. المهم داروا مع بعضياتهم، هذا كيقول لي ديالك وهذا كيقول لي ديالي وهذا ديالك انت وهذا كيقول لي لا ديالك انت. واش داروا؟ قالوا يلا نمشيو عند القاضي هو اللي غادي يحكم بيناتنا. لما مشاو عند القاضي قالوا له يا ودي، قال لي هذاك اللي صاب الكنز، قال يا ودي انا شريت الارض من عند هذا السيد وملي جيت كنحفرها لقيت فيها هذا الصندوق فيه كنز. وملي ديتو لي قلت لي راه الكنز ديالك. هو قال لي لا ما دياليش، انت شريتي الارض شريتيها بكل شيء، شريتيها بكنزها بكل شيء، لا انا شديت فلوس ارضي وهذاك الشيء ديالك انت تصرف فيه انت. هذا قال لي وانا قال لي قلت ليه لا هذا ديالك انت، انا سطو في ارضك وديالك انت. المهم القاضي باش يحكم عليهم خصو شي حاجه باش ترضي الطرفين هذا وهذا. بقى يفكر القاضي، بقى يقول قال لي دابا خص نفكر باش نعطيكم شي حل اللي يرضيكم بجوج. القاضي بدا كيفكر يفكر يفكر ويطيح عليه واحد الفكره. قال لي اجينا نسالكم واش عندكم اولاد. قال لي عندنا. قال لي شكون اللي عندي الاولاد شكون اللي عندو البنات؟ قال لي انا عندي البنات وهذا عندي بنات واولاد والاخر حتى هو راه عنده بنات واولاد ولا مهم عندهم بناء اولاد مخلطين. المهم قال لي اللي عنده البنت يعطي بنته الاخر اللي عنده الولد. زوجوا ولادكم كل واحد يزوج، هذا يزوج بنته لولدك وانت زوج ولدك لبنته، وهكا هذا الكنز غتعطيه لولادكم. ما تشدوا لا انت ولا لا ما تشدوه لا انت لا هذا ولا هذا، لا نتوما بجوج ما غاديش تشدوه، غادي يشدوه ولادكم. وشوف سبحان الله العظيم داك القاضي شحال ذكي، يعني الذكاء ديالو فرق ليهم بدون مشاكل وما ضيع لا هذا لا هذا. قال لهم باش هذاك الكنز غتعطيه لولادكم وغادي يصرفوا على نفوسهم ويديروا به المستقبل ديالهم وغادي تخرجوا بريئين. لما كتشوف ولدك ما شاء الله مثلا بخير راه بحال شديتيه نيت انت وصافي. شدوه عطاوه قالوا زوجوا ولادهم وعطاو داك الكنز لولادهم. وسبحان الله العظيم شوف الانسان هادشي كلشي عبره، ماشي زعما بقات في الكنز ولا بقات تشدو ولادهم. شوف العبره كيفاش دايره. هذاك مول الارض ما قالش انا شريت، هي في حقيقه الانسان ضعيف قدام المال ولا الفلوس ولا ذهب ولا شي حاجه. يقدر اي واحد فينا يلقى بحال هكا غيقول اني فعلا غيقول انا شريت هاد الارض شريتها بكل ما فيها، اللي شريتها راه ديالي. وفعلا تقدر تكون نيس فعلا راه ديالو حيت هو شراها والله اعلم. ولكن الانسان اللي ما كيبغيش سبحان الله كاين اللي كيكون دقيق بزاف في هادشي تاع ديال الناس، ما نديش ديال الناس، ما ناكلش ديال الاخر. هذا سبحان الله كيكون دقيق فيها، ما يقدر ياكل حتى شي حاجه ولو سنتيم، ما يقدرش يدخلو حرام على نفسه.
الا 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 ما عارفش الله اعلم. وسبحان الله العظيم هاد السيد من دوك الناس اللي ما كيقدروش ياكلوا شي حاجه اللي ماشي ديالهم، وما ارتاحش لذاك داك الكنز مثلا نشدو ويسكت. سبحان الله ردوا المولاه والله سبحانه وتعالى وفقهم بجوج. وهذه هي القصه، نتمنى الله ان شاء الله تعجبكم، وشكرا لكم والسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.